للمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا هاتفيا أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام. سيد أشرف أرحب بك إلى هذه التغطية، ونحن نتابع ما يحدث في تونس ونحن نتابع تفاعل التونسيين مع قرارات الرئيس قيس سعيد، حدثنا عن آخر التطورات حول هذه التفاعلات. أولا تحياتي لحضرتك أستاذة إنجي مشاهدي إكسترا نيوز الكرام. يعني المحصلة حتى الآن هو أنه التأييد كبير جدا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، يعني حراك كبير جدا موجود في الشارع التونسي وموجود على الساحة السياسية التونسية. هناك بالتأكيد من يعارض هذه القرارات، ولكن من يؤيدون هذه القرارات أكبر بكثير. الأوضاع حتى الآن تسير بشكل جيد جدا، لم يحدث أي صدام ولم تحدث مظاهرات كبرى، يعني حدثت بعض المناوشات والاحتجاجات القليلة، ومن ناحية أخرى أيضا كانت هناك محاولات من بعض معارضي النهضة لاقتحام مقراتها وخاصة المقر المركزي في تونس، لكن بشكل عام الأمور يعني تسير بشكل جيد. يبدو أنه النهضة فوجئت بما حدث، لم تستطع أن تتحرك وتتصرف كما كان يمكن أن تتصرف وتتحرك إذا كانت هذه القرارات يعني منتظرة. صحيح، وربما المفاجأة الكبرى جاءت للنهضة من خروج عدد من المتظاهرين لعدة مدن كانت تعتبر خزانات لشعبية حركة النهضة، والآن هذه المظاهرات التي تخرج من هذه المدن تؤيد القرارات لإخراج تونس من هذه الأزمة. أكيد، لأنه يعني قرارات الرئيس قيس سعيد جاءت في وقت كان هناك احتقان كبير جدا في الشارع التونسي. تونس تتعرض ليعني هجوم شرس من فيروس كورونا، اصابات غير مسبوقه، عدم سيطره على اي شيء في البلاد، الاوضاع الاقتصاديه، الاسعار، نقص في الوقود، نقص في الخبز، ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير، في نفس الوقت الذي كان يرى فيه التونسيون يعني أن النهضة متحجرة في قراراتها وفي تصرفاتها وأنها تريد أن تهيمن. وحتى رئيس الوزراء هشام المشيش الذي عينه قيس سعيد سيطرت عليه النهضة وجعلته أداة من أدواتها، شاهدت توانسة يعني مشهد أعتقد أنه كان مؤثرا بشكل كبير عندما يعني قام أحد أعضاء ائتلاف الكرامة التابع للنهضة بالاعتداء أمام الكاميرات وأمام الناس على النائبة عبير موسي، النائبة التي تنتمي إلى الحزب الدستوري الحر والتي تعارض النهضة. شاهد الناس قبلها أيضا كيف أن الرجل الثمانيني يعني الغنوشي راشد الغنوشي يتمسك بالسلطة حتى داخل النهضة نفسها. حدثت خلافات يعني حول بقائه، كان من المفترض أن تحدث تغييرات ولكنه تمسك بالسلطة. كل هذا مهد الأجواء من أجل مثل هذه القرارات ومن أجل تأييد مثل هذه القرارات. لكن مع ذلك حتى الآن يعني تظل هناك المخاطر عالية، ربما تحدث تدخلات خارجية من طرف أو آخر. هناك بعض الفضائيات التي تتبنى وجهة نظر النهضة وتحاول أن يعني تشوش على الأوضاع في تونس وتحاول أن تحرض على الرئيس قيس سعيد. هناك رئيس سابق كان من المفترض أن يحترم نفسه ويظل صامتا لأنه فشل في الانتخابات السابقة أمام قيس سعيد وهو المنصب المنظوري، ولكنه خرج ليحرض التوانسة على الرئيس قيس سعيد، وهذه يعني من الأخطاء الكبرى ويجب أن يحاسب عليها. ولكن بشكل عام حتى الآن لا تستطيع النهضة أن تتحرك وتتصرف مثلما تصرف الإخوان مثلا في مصر عندما ادعوا التمسك بالشرعية وعندما خرجوا في اعتصامات كبرى. كانت قرارات الرئيس قيس سعيد واضحة وأيضا تحذيراته واضحة، من يطلق رصاصة سيطلق عليه وابل من الرصاص. صحيح.
وهنا يأتي التأكيد على الدور الهام والمحوري الذي تلعبه المؤسسات الأمنية في هذه المرحلة لدرء كل هذه المخاطر، مع التأكيد على هذا الدور للمؤسسات الأمنية في حديث قيس سعيد، ومع الدور المحوري الذي ستلعب هذه المؤسسات في هذه المرحلة. كيف كان صدى تكليف مدير أمن الرئاسة بالإشراف على الداخلية في هذا التوقيت؟ هذا قرار يعني جيد جدا. مدير أمن الرئاسة يعني رجل يعي تماما معنى الدستور والسياسة والأمن، ورجل له ولاء للسلطة وللرئاسة في تونس، وبالتالي عندما يكلف بإدارة شؤون الداخلية فهذا أمر جيد جدا، يستطيع أن يتعامل مع كل المخاطر، وأيضا يستطيع أن يكون له ولاء ولا يمكن شراؤه أو يصعب شراؤه كما يحدث في أحوال أخرى أو في بلدان أخرى عندما يتم تحريض أعضاء الأجهزة الأمنية ضد بعضهم البعض. أيضا الجيش التونسي وأجهزة الأمن التونسية منذ البداية كانوا مع هذه القرارات. كان من الواضح أن الرئيس قيس سعيد استشار قادة الأجهزة الأمنية قبل أن يصدر قراراته، ولذلك عندما يعني جلس ليعلن عنها كان قادة الأجهزة الأمنية يجلسون معه. من الأشياء التي يعني أظهرت أنه النهضة لن تستطيع أن تتحرك بحريتها ولن تستطيع أن تقلب الرأي العام بسهولة، هو عندما ذهب الغنوشي ليلة أمس إلى مقر البرلمان وكانوا يعني يريدون أن يعتصموا بالبرلمان ويدعوا أنه ليس من حق أحد أن يجمد البرلمان لمدة شهر أو غيره، أو أن ولكن نحن نتحدث عن صلاحيات قام بها الرئيس قيس سعيد بناء على الفصل 80 من الدستور، وقد قام بالمشاورات المطلوبة على كل حال، ونحن نتحدث عن الرأي العام، وهي النقطة التي ذكرتها أثناء حديثك أستاذ أشرف. دعنا نتحدث عن حراك 25 جويلية، تحدثت أثناء كلامك عن بالطبع الحالة الاقتصادية، الحالة الوبائية التي يمر بها تونس، نقص في السلع، نقص في حتى الأدوية في هذه المرحلة الحرجة، ولكن ما كانت القشة التي قسمت ظهر البعير؟ يعني ماذا كانت أكثر نقطة دفعت بهذا الحراك؟ يعني بالتأكيد مجمل الأوضاع دفع لهذا الحراك، لم تكن هناك قشة واحدة، ولكن ما حدث أمس من مظاهرات، من هجوم على مقرات النهضة، من رفض واضح ومطلق من الشارع التونسي لما يحدث في الساحة السياسية، المنظومة السياسية، وأيضا لأنه الكل يدرك أنه سبب هذا التأزم هو النهضة، هو رغبتها في السيطرة على البرلمان، رغم أنها يعني فعليا لا تحوز الأغلبية في مقاعد البرلمان، ولكنها سيطرت على بعض الأحزاب والقوى الأخرى بالتهديد والوعيد، مثلما فعلت مع حزب قلب تونس بقيادة نبيل القروي عندما يعني تسببت في إيداعه السجن بتهمة الفساد، ثم أخرجته، ثم تلاعبت به عندما كان مرشحا للرئاسة، ثم وضعته في جيبها كما يقولون. في الوقت ذاته يجب ألا ننسى أن الرئيس قيس سعيد هو رجل دستور ورجل قانون، هو أستاذ جامعة، هو يعرف ماذا يفعل، هو عندما يعني اتخذ قراراته لأنه يرى خطر داهم، والدستور يعطي الحق، وخاصة الفصل 80 يعطي الحق للرئيس في وقف أعمال البرلمان وليس الحل. الدستور لا يعطي الرئيس يعني سلطة الحل، ولكن وقف أعمال البرلمان إذا رأى خطر داهم، والآن تونس ترى خطر بها خطر داهم طبعاً. مجرد الانتشار الواسع لكورونا هو خطر داهم، الفقر خطر داهم، النقص في كل شيء خطر داهم، الفوضى في البرلمان خطر داهم، ولكن هناك خطر آخر كل يدركه، هو أنه لدى النهضة جهاز يعني جهاز سري. جهاز يمارس العنف، جهاز يستطيع أن يقتل من يشاء أو يهدد من يشاء، ولدينا قضايا قديمة يتم إغلاقها دائما رغم يعني وجود معلومات
يعني موثقة. صحيح، وعلى ذكر هذه القضايا أستاذ أشرف، صحيح على ذكر هذه القضايا، هناك رموز من الفساد كانوا متواجدين داخل البرلمان، وربما هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل الرئيس قيس سعيد يرفع الحصانة عن النواب لتحريك ربما دعاوى ضد هؤلاء. يعني كان هناك متهمون في جرائم إرهاب ولم يتم تنفيذ الأحكام ضدهم. هنا أسألك عن هذه النقطة، كيف كانت أصداء رفع الحصانة عن هؤلاء النواب؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد هناك سعادة بين قطاع كبير من الشعب التونسي، لأنه سيستطيع أن يقتص من بعض النواب الذين دخلوا إلى البرلمان في غفلة من الزمن أو بعد دخولهم البرلمان تم الكشف عن حقيقتهم. ودعيني أذكرك أنه أحد أهم يعني أسباب الخلاف بين الرئيس قيس سعيد. طيب أستاذ أشرف، سنعود إلى هذه النقطة.